هلو لوتي، معكم مازن من قناة توب فاكس 777، واليوم راح نحكي عن موضوع المكسرات عبارة عن نص للمتقدمين. حكينا في فيديو السابع عن المكسرات، اليوم راح يكون نص موجه أكثر للمتقدمين باللغة مستوى بيز فايسي آيز. خلينا نبلش فيه مع بعض. Nurse sind eine Wohltat für ihr Herz und ihre Blutgefäße. Bereits mehrere Portionen Nüsse in der Woche bieten ihnen einen Schutz vor Herzinfarkt und Schlaganfall. Der regelmäßige Verzehr von Nüssen kann aber auch ihr Risiko für Diabetes und nachweislich sogar das für Bauchspeicheldrüsenkrebs reduzieren. Nüsse sind eine Wohltat für ihr Herz und ihre Blutgefäße. مكسرات هي علاج لقلبك وللأوعية الدموية. هلا طبعا كلمة نوس هي معروفة جمع نوس، نوس هي مكسرات جمع. بعد معنى فولتات، فولتات هي بشكل عام ترجمتها العمل الصالح عمل الخير، أما هون في ترجمة هي كعلاج إنه هي جيدة أو صالح على القلب، كثير كويسة للقلب. هيرتز طبعا مثل ما قلنا هو القلب وحكينا عنه بدرس سابق، اما بلود جيفيسي هي الاوعية الدموية والمفرد تبعها بلود جيفيس. في بعض الاماكن ممكن تشوفوها بدل دبل اس بيكون اس زد. مكفي على بعضها. بغايتس ميغيغي بوغسيون نوسي ان دير فوخي بيتن اينن اين شوتس فور هيرتسن فاخت اند شلاغ انفال. استهلاك عدة حصص من المكسرات في الأسبوع توفر لك الحماية من النوبات القلبية والجلطات الدماغية. هلا بالنسبة لهون ليش أنا حاط استهلاك بين قوسين؟ لأنه ترجمته الحرفية إنه بغايتس ميغيغي بوغسيونن. بغايتس ترجمتها مسبقا أو already، يعني أنت إذا مسبقا بتاخد أو بتستهلك، هيك المعنى الضمني تبع أنت إذا بتستهلك مسبقا عدة حصص من المكسرات في الأسبوع هني شيء كويس للحماية من الجلطات الدماغية والنوبات القلبية، مشان هيك ترجمتها استهلاك عدة حصص. بغايتس مثل ما قلنا ترجمتها مسبقا أو بالإنجليزي already أسهل بكتير. بوغسيون طبعا مفردة دي بوغسيون حصة أو جزء. البعض كلهم سهلة. شوتس طبعا حماية بنوصل هيرتسين فاخت هي جلطة القلبية مذكر. واشلاق انفال هي سكتي الدماغية. بالنسبة لمستويات بيز فايسي اينز جدا مهم نحن نعرف كلمات في عدة مجالات او عدة مواضيع، لانه بالفحص الواحد ما بيعرف شو راح يجي. اذا الجلطة القلبية هي هيرتس انفاركت، اما السكتي الدماغية شلاق انفال. بنكفي على المقطع بعده. دير ريجل ميسي جيفت سي فون موسن kann aber auch ihr Risiko für Diabetes und nachweislich sogar das für Bauchspeicheldrüsenkrebs reduzieren. تم إثبات أن الاستهلاك المنتظم من المكسرات يمكنه تخفيض نسبة الإصابة بمرض السكري حتى تخفيض الإصابة بسرطان البنكرياس. منبلش أول شيء بأول كلمة ريجل ميسيجة، طبعا الشيء منتظم فتسيه هو الاستهلاك. نوس معروفي كان أبر أخ إيه ريسيكو، ريسيكو طبعا هو الخطر. ديابيتس هو مرض السكر، هي مذكر دي ديابيتس. وكلمة ناخ فايزليش هو مثبت أو مبرهن. ننتقل زوغر حتى، وبعد في عنا كلمة طويلة هي سرطان البنكرياس. لفظة دير باوخ شبايشل دغوزن كريبس. لتسهيل لفظ الكلمات الطويلة خلينا نشوفها كيف ممكن نفصلها. باوخ لحالة بعدها شبايشل دغوزن كريبس، هيك الواحد يفصلها الكلمة مشان نلفظها بشكل صحيح. دير باوخ شبايشل دغوزن كريبس، هذا هو سرطان البنكرياس. طبعا كريبس هو سرطان، ومثل ما شفنا هذا هي. وغيتو تسيرين طبعا معروفين تخفيض او تقليل. هذا هو اول جزء من الدرس، ننتقل على الجزء اللي بعده. جيناوزو شوتسن نوسي
auch die Prostata sowie den Darm vor Krebs, insbesondere den Dickdarm. Es lohnt sich also wirklich, immer ein Tütchen Nüsse bei der Hand zu haben. Genauso schützen Nüsse auch die Prostata sowie den Darm vor Krebs, insbesondere den Dickdarm. وأيضا تحمي المكسرات من مرض البروستات أو من البروستات كالأمعاء من السرطان وخاصة القولون. بنبلش أول كلمة جيناوزو. جيناوزو تجي بشكل مشابه أو أيضا أو شيء مشابه للآخر، بس هون طبعا إنه نص السابق إننا بنحكي على الدور إنه بتحمي المكسرات، مشان هيك ترجمناها هون وأيضا ترجمناها، لأنه عم نحكي على دور الطبي الجيد للمكسرات. شوتسن تحمي سهلة، نوسي طبعا مكسرات، بروستاتا مثل ما قلنا هي بروستات وهي مؤنث، دي بروستاتا. بنكفي معنا كلمتين جداد أكيد، هني داغم هني الأمعاء، وديك داغم هني القولون. إذن هذول كلمات لازم نحفظهم، واثنيناتهم مذكر، دي داغم ودي ديك داغم. بنكفي على بعضهم. Es lohnt sich also wirklich immer ein Tütchen Nüsse bei der Hand zu haben. إذن إنه حقا لمهم استهلاك كمية صغيرة من المكسرات بشكل دائم. في معنى أول شيء جملة Es lohnt sich. Es lohnt sich مفروض تعرفوه أنتو سابقا، لأنه على طول تطلع دعاية لليدل بيقولوا ليدل lohnt sich. شو يعني ترجمة lohnt sich؟ إنه معناتها بالإنجليزي It's worth it، أو انه اسعارهن رخيصة، او بتوفي معك اذا اشتريت من عندهم. هذه هي نفس الترجمة، Es lohnt sich معناتها يستحق هذا الامر او ذا اهمية، او بتوفي معك اذا قلناها بالعامية الترجمة تبعتها اسهل شيء. اذا هذه هي Es lohnt sich، كتير مهم نحفظها مثل ما هي، لانه كتير بتمرق معنا بالحياة العامية، كتير مرات نستخدمها. اذا Es lohnt sich also wirklich immer ein Tütchen Nüsse bei der Hand zu haben. توتشن هي تصغير لكلمة توتل هي كيس، إذا كيس هي توتل تصغير لألا توتشن. وهون معنى عبارة عن توتشن نوسي بادر هاند سوهابن، هون شو ترجمتها؟ ترجمتها هون بما معناه إنه الواحد عقد كف إيده، عقد كمية من المكسرات الواحد إذا استهلكهم بشكل يومي، هذا شيء كويس وما بضر، مشان الواحد ما يستهلك كمية كبيرة، لأنه فيها دهون طبعا مكسرات لازم واحد ما كتير يستهلكها بكمية ضخمة. هون المقصود إذا واحد بحط كمية قد اليد، حجم اليد فقط يوميا، إذا استهلك هذا الشيء كويس ومفيد للجسم. وهيك مشاهدينا بيكون شفنا النص اليوم هو عن مكسرات، شفنا هو عن مكسرات بس كلمات موجودة فيه معظمها كلمات طبية. طبعا لازم نحن كتير نركز على هيك شغلات صعبة، بما انه نحن انتقلنا لمستويات بيز باي سي اينز، بهيك نصوص لازم على طول نشتغل على نصوص صعبة مشان تتطور لغتنا. اذا عجبك هالفيديو وحبيت تشوف شيء مشابه له بالمستقبل، فاكيد فيك تدعم الفيديو بلايك او تعليق او تشارك الفيديو مثل ما بتحب. ما في مدرسكن، وشوفكن بالفيديو القادم. تشاو.